صاروخ أفانغارد نيزك لا يقهر. أسرع صاروخ في العالم، عابر للقارات ولا تستطيع الدفاعات الجوية مواجهته. أفانغارد صاروخ روسيا المرعب الذي وصفته أمريكا بالكابوس النووي. موسكو حققت طفرة قوية في تطوير صواريخ عابرة للقارات، كان منها الصاروخ الطليعة أو أفانغارد الذي تم الإعلان عنه كرد على نشر أمريكا لدروع صاروخية ودفاعية في أوروبا الشرقية بالقرب من الحدود الروسية. فهذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا الشمالية عبر الطبقة الكثيفة من الغلاف الجوي. هل سيكون هناك سباق تسلح؟ لقد حدث ذلك بالفعل، وهو واضح بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، بدأت ببناء مظلة نووية لنفسها. فما هي النتيجة؟ النتيجة هي إبطال إمكاناتنا النووية، لذا كان علينا إنشاء نظام يمكنه تجاهل الدفاع المضاد للصواريخ، وبالفعل حدث ذلك بمساعدة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بما في ذلك أفانغارد. مواصفات هذا الصاروخ فاقت التدرج الطبيعي لتطور صناعة السلاح الروسي، لدرجة أن موسكو سخرت من أنظمة الدفاع المعادية. لقد أرادت القول بأن أفانغارد سيخرم الدرع الصاروخي الأمريكي. أفانغارد يتم حمله على الصاروخ شيطان 2 الذي يبلغ وزنه 200 طن. سرعة أفانغارد تصل إلى 27 ماخ، أي أكثر من 33 ألف كيلومترا في الساعة، وهو مجهز برأس حربي نووي حراري ذي طاقة تدميرية بمردود يتجاوز 2 ميجاطن. تم إجراء ما يقرب من 14 رحلة اختبار للصاروخ بين عامي 1990 و2018. أفانغارد تم تصميمه ليتجنب دخول مجال عمل مضادات الصواريخ، فلديه قدرة مرعبة على تغيير اتجاهه ومستوى ارتفاعه وتحليقه، ويصعب تحديد مساره. كما أن جسم الصاروخ يتحمل حرارة تصل شدتها إلى آلاف الدرجات المئوية، ويقاوم أشعة الليزر. لا توجد في العالم ولن توجد شبكة بإمكانها اصطياد صاروخ يطير بسرعة 20 ماخ. صواريخ أمريكا الاعتراضية تطير بسرعة لا تتجاوز 5 ماخ. وسائل إعلام أمريكية وصفته بالكابوس النووي. الصينيون شبهوه بكابوس الغرب الطائر، فيما وصفته وسائل الإعلام البريطانية بنيزك لا يقهر. أفانغارد يمثل تهديداً غير مسبوق لأمريكا ودول الناتو، فهو يمتلك ميزتين هما السرعة الخارقة والقدرة الكبيرة على المناورة، ما يجعل التصدي له بوسائل الدفاع الجوي التقليدية شبه مستحيل. لا يمكن قهره مهما كانت الظروف، ولا توجد أي إمكانية حتى الآن لاعتراضه، فالبيانات الروسية تشير إلى أنه سلاح رد فعل مضاد، الغرض منه توجيه ضربة انتقامية تهدف لتجاوز الدفاعات الصاروخية للخصم. حتى منظومات الدفاع لدى الولايات المتحدة ربما تقف عاجزة أمام هذا المرعب، الصاروخ أفانغارد.